اهلا بنات، كيف راكم غزلان ديالي؟ نتمنى تكونوا دائما في احسن احوال. صباحكم مبروك. اليوم البنات جيت لكم وكما العاده فيديو جديد. اليوم البنات غادي نقدم لكم حلوه كما كيبان لكم من العنوان. بصراحه ما نقولش لكم بعدا. اول حاجه من قبيله وانا كنحاول نقلب شي بلاصه هنايا عندي في شي كونت نصور لكم فيه، لانني ما نقولش لكم عندي في الدار كتكون الشمس بزاف، عرفتي كنصور الشعاع ضارب، يعني كما كنقولوا الصوره ما جاتش زوينه مع الشعاع ديال الضو. من قبيله وانا مضاربه كي غندير كي غادي في الاخر شنو سديت هنايا، شوف راه الضو كاين بقى هكاك، سديت هذاك الفدريش وشعلت الضو ويلاه بحال هكا الضو عاد بان مزيان. حيت ما درت لما درتش هكا ما نقولش لكم راه مع الضو الشعاع كيضرب في الدار ما كيجيش التصوير مزيان نهائيا، الصوره ما كتجيش زوينه وكتجي ناقصه. ودابا بالنسبه كما كيبان لكم غادي نشارك معكم واحد الحليوه بمناسبه ذكرى المولد النبوي الشريف، يدخل عليكم بالصحه وبكل ما كتمنوه يا ربي في هذا النهار. قلت انايا نصوب نشارك معكم شي حليوات، بقى ما عرفتش البنات واش غنشارك جوج حلاوي ولا ثلاثه، والله ما عارفه. وفي نفس الوقت شوف هذا الفيديو انا كنهضر لكم دابا وباقا ما عرفاش اين حلوه غندير لكم بها. كنقول غندير هذه لا غندير هذه، المهم في العنوان اللي غادي يبان لكم اين حلوه بالنسبه هي الاولى. المهم تقريبا عندي كل شيء، تقريبا كنظن عندي كل شيء، صافي هذا الشيء اللي كاين. المهم نتلاقى معكم من بعد نوجد المسائل ديالي وانا معكم، يلا ما تزابوش. المهم البنات نسيت ما قلتش لكم قبل ما غادي نبداو في تقديم المقادير داكشي اللي نحتاجه في الحلوه، اللي بغيت نقول لكم بالنسبه للحلوه اللي غادي نقدم لكم او الحلوات الاخرين اللي غنقدم لكم، ماشي تسمعوا الحلاوي تصحابوا مع عرس مريم كذا شنو دايره لكم، راه غير حلاوي عاديين، حلاوي ديال تدواز اتاي، غير حاجه بسيطه بحال هكا باش نفرح الدراري وحتى هما يعني نحاول نولف لهم داك الجو اللي عندنا حنايا في المغرب ونولفهم التقاليد ديالنا. وبصراحه ما نكذبش عليكم يعني قلت زعما كندير غير حليوات بساط بحال هكا كما كنقولوا نشطوا نضحكوا ونخلقوا داك الجو وصافي، ما شي تصفح تحبوني انا راه كنصوب الحلاوي ما نعرفش شنو، راه غير حلاوي على قد الحال. كاينين تبارك الله صلى الله عليه وسلم الناس اللي كيصوبوا حلوات زوينين وداكشي ما شاء الله داكشي معطي ليهم، ولكن انا حلويات اللي كنصوب يعني حلويات داكشي على قد الحال وصافي، غيقبلوا عليا صافي. صافي هادشي اللي بغيت نقول لكم، يلا دوزو. المهم غزلان ديالي غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه اللي غنحتاجو في هاد الحلوه ديال الحلزون غادي نحتاجو كاس ديال الزيت. مهم البنات من الاحسن يكون عندكم كاس ديال العنبه، كاس العنبه هو اللي نعبروا به، انا ما عنديش كاس العنبه، عندي هاد الكاس. داكشي علاش كيبان لكم انا درت قل حيت هذا كيهز اكثر من كاس العنبه، داكشي علاش. المهم كاس الزيت نباتي عاديه ديال العنبه، كاس ديال السكر وديروا منه تويكون ديال العنبه ولكن ديروا قل، شوفوا نتوما اللي بغيتوش، بغيتو ديروا كاس عامر على حساب الحلاوه اللي كتبغيه وبغيتو قل يعني بالنسبه للسكر على حساب كل واحد وشنو كيبغي. غنحتاجو ثلاثه البيضات، يا اما يكونوا ثلاثه يكونوا صغار بحال هكا اللي عندي ولا جوج يكونوا كبار. غنحتاجو ساشي فاني، غنحتاجو الخميره وحده ديال الحلويات، غنحتاجو انا عندي هنا معلقه ونص يعني معلقه كبيره ونص ديال الكاكاو، الشوكولا كاكاو بحال هكا مر، هذاك اللي ما كيكونش حلوه البنات. كنحتاجو الطحين الابيض اللي يكون مغربل، انا عيط الله غادي نغربلو معكم دابا. المهم انا هنايا درت البنات 500 غرام عندي، ولكن باقي ما عرفتش على حسب الطحين الا كانت واش غندير 500 غرام كلها ولا غتجيني قل، المهم كيبقى على حسب كيفاش كنجمعوا العجينه ديالتنا وغادي نوريكم كيفاش العجينه خاصها تكون. كما كيبان لكم انا درت هنا ثلاثه البيضات صغار، غادي ندير السكر، عندي ساشي فاني. من ولدي حاجه نسيت ما قلتهاش لكم وهي اللي ضروري خاصها تكون شويه في الحلوه،
قليل من الملح. ماما انا ولدي سلدها دابا عجه اكتشفني دابا كنطيب عجه قال لك باغي يهضر هكا. هذيك الساعه كنزيدو الزيت نضربو عاوتاني دابا البنات غادي نبدا نغربل في الطحين. نتوما من الاحسن غربلو الطحين يعني قبل كما قلت لكم عندي 500 غرام ما غنديرهاش كامله. بالنسبه للطحينه البنات ما تجيوش تكبوا في خطره كبوا غير بشويه بشويه وانتم كتحركوا يعني كتخلطوا. ها انتم غندير هكا كبيت كميه قليله وغادي ندير هاد الساشي ديال الخميره الحلويات. بالنسبه للكاكاو ما غنخدموش دابا غادي يبقى هو اخر حاجه بحال هكا. غنزيد واحد شويه عاوتاني ديال الطحين ها نتوما شوفوا البنات كيبان لكم يعني خاصنا مازال نزيدو الطحين. في هذه المرحله غنبداو نزيدو بشويه بشويه حيت كيبان لينا العجينه غتبدا تجمع. ولكن العجينه ديالتنا واخا هكاك البنات ما خصهاش تكون قاصحه. المهم البنات دابا غنبداو نخدمو بايدينا اللي غدا تجمع لينا العجينه باش نعرفو القوام ديال العجينه مزيان احسن كنحسو به باليد ديالنا. المهم البنات هاي العجينه ديالتنا من بعد ما جمعناها هي شويه كتشد لكم الوقت البنات باش كتبقاو ديركو فيها مزيان بايديكم لحقاش ملي كتبقاو تزيدو الدقيق وكيكون لاصق هنا راكم عارفين. المهم كتكون بحال هكا تجينا رطبه البنات ما تجيش قاصحه. دابا شنو غادي ندير دابا غادي نحاول نقسمها على جوج غندير كويرات نفس الحجم وغادي نشوف يكونوا قد قد. بالنسبه للطحينه البنات انا 500 غرام شاط ليا منو هذا ها انتم شوفوا شحال شاط عندي لكم بالضبط شحال شاط ليا فيه يعني 500 غرام حيت شطت منها 50 غرام وشي حاجه بحال هكاك يعني ما كديروش 500 غرام كامله. وهذه اللي فيها هذه هي اللي غادي نزيدو فيها البنات كاكاو مر. بالنسبه للكاكاو مر حتى هو نفس الطريقه البنات ما غاديش نجي وندير كل شيء. هي من الاحسن الا درتو معلقه كبيره فكديروها كامله يعني ولا نتوما كتبقاو على حسب اللي بغيتو. واش كتبغيوه يكون اللون ديالو غامق بزاف ولا اللون ديالو مفتوح؟ انا كيعجبني اللون ديالو يكون غامق بزاف. المهم كتغربلوها البنات انا غادي نغربلو دابا هنايا بعدا غادي ناخذ معلقه كامله شحال هكا. قلت لكم انا كنبغيه يكون يعني اللون ديالو غامق بزاف باش يجي فيه داك اللون زوين. غادي نرجع لكم من بعد عاوتاني ما ندخل هادشي كامل راكم عارفين غادي يبقى يشد شويه الوقت باش يدخل كامل تولي عجينه وحده. نتلاقى معكم من بعد. المهم البنات كما كيبان لكم انا ساليت دابا. واحد الملاحظه اللي بغيت نقول لكم البنات وهي بالنسبه ملي تكونوا تزيدوا الطحين يعني حاولوا ان العجينه كما قلت لكم تكون عندكم رطبه. علاش يعني ما تقصحوهاش؟ علاش ما تقصحوهاش خصوصا بالنسبه للبنات المبتدئات؟ لانكم ملي تكونوا كتزيدوا في الكاكاو العجينه غتقصح لكم يعني تولي قاصحه وهذه غتولي تكون رطبه يعني غادي يكون واحد الفرق بيناتهم. في حاله الا كانت لكم العجينه هذه قاصحه والبيضه رطبه فهاد البيضه تقدروا تزيدوا لها شويه ديال الطحين حتى هي باش تجمع وتولي عندهم يعني نفس يكون عندهم نفس ديال يعني نفس كما كنقولوا حنايا القصحيه او الرطوبيه يعني يكونوا بحال بحال. فهمتوني؟ ها
هادشي اللي كاين انايا حيت مولفه كنصوبها، هذاك الشيء علاش انايا اخرت درت العجينه خفيفه، ما درتهاش خفيفه بزاف، ولكن نتوما الا بغيتو كنتو مبتدئين حاولوا انها تكون شويه خفيفه وتبقاو تزيدوا بشويه بشويه. صافي هادشي اللي كاين. دابا اشنو غادي ندير؟ اول حاجه اللي غادي نبدا بها وانني غادي نبدا بهاد العجين البيضاء، غادي نسرحها وهذيك الساعه نرجع معاكم. دابا غنبداو على بركه الله البنات، غنبداو بالعجينه البيضاء. اول حاجه غندير غير واحد شويه ديال الطحين غير باش نسرح، باش ندير بالمدلك. حاجه واحده اللي بغيت نقول لكم بالنسبه للمدلك البنات، فمن الاحسن يكون عندكم داك المدلك اللي كيكون كله طويل ديال العود، كيجي احسن. انا عندي هذا اللي فيه جناب من هنا وجناب من هنا، يعني ما كنقدرش ندير العجينه كبيره. ملي كنبغي ندير العجينه كبيره كيدخل ليا هنا في الحاشي، راني قلتها لكم شحال من مره. باقي ما لقيتش مدلك زوين، ان شاء الله نهار اللي نمشي للمغرب نجيب معايا المدلك، تما كلشي كاين الحمد لله. المهم كنديروا بحال هكا هانتوما. نديروا دائما شويه الطحين بحال هكا غير باش العجين ديالتنا انها تبقى لينا مزيانه. وبالنسبه للعجينه البنات، فحنا العجينه ديالتنا غادي نديروها ما غتكون لا رقيقه لا غليظه، خاصها تكون بين وبين. كنجمل البنات كما كتبان لكم العجينه، يعني ما كتكون لا رقيقه لا غليظه، شفتوها هانتوما. غادي نحاول نهزها هكا، غنسرحها في بلاصه اخرى. الناس ماشي هذا المدلك ماشي بخاتي كيعذبني بزاف. المهم عندنا كي غادي نديرو نتاو نفس الطريقه هنا. دابا البنات غادي ناخذوا العجينه السوداء غادي نهزوها باش نحط العجينه البيضاء هي الاولى، عاد ندير فوق منها العجينه السوداء. وانتم اللي بغيتو ديروا العجينه السوداء هي لتحت عاد وفي الوسط تكون العجينه البيضاء، انتما كيبقى لكم الاختيار، داكشي كل واحد وشنو كيبغي. مي انايا غادي ندير الطريقه هذه اللي قلت لكم، طنا فوق العجينه البيضاء بمساعده ديال الدلاك، واخا ما كيكونوش نفس الحجم فما عندكمش مناش تخافوا البنات، هادشي كله كنقادوه من بعد. كنوركو عليها بحال هكا البنات، يعني واخا تجيكم ما مقاداش فما عندكمش يعني ما كاين حتى شي مشكل. كنديرو غير بايدينا، نقدروا نستعملوا حتى الدلاك بحال هكا. هنا هانتوما كما كيبان لكم ديالتنا بحال هكا، ما تجينا مقاده. غنقاد غير بشويه بشويه، وهادو البنات ما غاديش نرميهم، غنحتفظ بهم من بعد، حتى حاجه ما غنضيعوها. صافي من بعد البنات كنبقاو نجمعوا ندوروا بحال هكا هانتوما، يعني واخا تبان لكم العجينه غتبغي تحل لكم فما عندكمش مناش تخافوا. ولا هكا رولوها بحال هكا، كيبان لكم كتبقاو غاديين وكترولو غير بشويه بشويه بحال هكا. صافي ومن بعد كتبقاو تجيو هكا بشويه. المهم البنات صافي من بعد ما درنا هاد المزود ديالنا بحال هكا ديال الحلزون صوبنا. دابا شنو غنقول لكم كاين. المهم البنات كما كيبان لكم صافي حنايا حاولنا جبدناها واحد شويه. بالنسبه ليا انا البنات غادي نشدها غادي نقطعها، يا اما نقطع على جوج نقطع على ثلاثه، انا غادي نشوف باش تجيني ساهله بحال هكا وما تعذبنيش.
وحاجه واحده اللي بغيت نقول لكم، كاينين الناس اللي كيشدوها كيقسموها على جوج وكيحطوها وكيديروها في الورق الغذائي بحال هكا وكيحطوها في الكونجيلاتور حتى تكرم عاد كيقطعوها، ولكن انا ما كنديرش ليها هكاك، انا غير كنجي وكنقطعها وكتجيني مزيانه، يعني كتجيني احسن. هانتوما اول حاجه قبل ما نبداو نقطعوها، يعني قبل ما نقطعو كنحاولوا نديرو غير بحال هكا يعني ما تلصقش. ودابا غادي نجي نبدا نقطع معاكم، انا غادي نقطع بحال هكا نشوف بلاتي نقطع بعدا عاد نشوف، بلاتي نقطعوها هكا نقطع على ثلاثة بحال هكا باش نغلب عليها. بالنسبه للبنات تقطع نتوما واللي بغيتو، يا اما تقطعوها كتحاولوا ديروا تخليوها شويه يعني مدوره وتقطعوها، يا اما كتقطعوها بحال هكا على هذا الشكل اللي غنوريكم دابا، كتحاولوا ما كتقطعوهاش غليظه بزاف حيت مازال غادي تنفخ، كتقطعوها بحال هكا. هانتوما البنات شوفوا كي كتجي الشكل ديالها، انا درتها بحال شكل فقاس شفتوا، وانتوما اللي بغيتو. يعني بالنسبه للتقطاع البنات كيبقى نتوما وداكشي اللي كتحبوا ديروه. ولا بغيتو انهم يجيوكم كبار ويجيوكم مجنبين فتقدروا تقطعهم على هاد الطريقه هكا بحال هكا، يعني كنشد الموس وكنجنبو وكنقطع في نفس الوقت كيجيني بحال شكل فقاس ولكن كبير، يعني كبر من الاخر.